موضوع اليوم موضوع الطابعات، كيف انا بدي اعرف الطابعة؟ ايش تعريف للطابعة؟ في طابعة شبكة، في طابعة محلية، نفهم ايش الفروقات ما بينهم وايش التعريف المناسب اللي انا بدي اعرفه بالنسبة للطابعات. لو احنا على ابدأ بنلاقي السيتنج، من السيتنج لو دخلنا على السيتنج بنلاقي في حاجة اسمها هنا بكل بساطة devices. لو احنا على devices اللي هان بلاقي بكل بساطة عندي هنا برينتر اند سكانر، بيعرف عندي البرينتر ومين والسكانر. يبقى هذه أول طريقة عشان أصل لمين للطابعات والسكانرز اللي عندي. لو أنا رحت كتبت هنا برينتر مثلا ودخلت مباشرة بدخل من هنا من البحث على برينتر اند سكانر، حتى لو مش عارف أنا وين مكانها، أول ما أقول له برينتر بيقول لي تفضل هاي البرينتر اند سكانر. لو عملت كليك عليه بلاحظ البرينتر اند سكانر مباشرة جتني هنا. هذه هي الشغلات النازلة عندي، هذه التعريفات اللي نازلة عندي جاهزة المفروض انها ايش عشان انا اشتغل عليها. لكن في عندي هنا اهم حاجة add printer and scanners، يعني البرينترز والسكانرز في نفس المكان. ممكن من هنا اعرف البرينتر على الجهاز، ممكن في نفس الوقت اعرف السكانر على وين على الجهاز. في عندي بلس هنا زائد add printer or scanner، بقول اوكي بضغط عليها عشان اضيف الطابعة او السكانر اللي عندي. طبعا اول حاجة بدي اعملها بدي اوصل الطابعة او بدي اوصل السكانر عندي على الجهاز. لما اوصل الطابعة شغلتين، في كيبل داتا من الطابعة للجهاز. كيبل الداتا هذا ممكن يكون USB يعني زي الماوس والكيبورد. عارفين الماوس والكيبورد كيف USB بنوصل؟ الايام هذه الطابعات صارت نفس الشيء، بتنوصل من خلال مدخل مين USB. او الطابعات القديمه والسكانرز القديمه اللي هي مين الكيبل العريض بارل، اللي بيشتغل على شكل بارل الكيبل العريض، وقتها بوصل الكيبل العريض عندي برضه بالجهاز. طيب وصلنا كيبل الداتا سواء كان USB او الكيبل العريض وصلناه بالجهاز. النقطه الثانيه اشغل الطابعه، اوصل الطابعه بالكهرباء، تكون الطابعه في حاله ثانيه. بعد ما اعمل الشغلات هذه واوصلهم بعدها ابدا ايش التعريف. طبعا بقول له برينتر ذات اي وانت ازنت ليستد، يعني مش من ضمن القائمه اللي عندي هان. بعمل كليك عليها. اول اوبشن عندي يا جماعه هيتها بدي اعرف مثلا الطابعات اللي عندي. اول اوبشن بقول لي اد او ماي برينتر از ليتل اولدر هيلب مي فايند ات، يعني هذه عندي طابعه قديمه انت ساعدني ان اصل الها، لانها طابعة قديمة فغالبا تعريفها بقى مش موجود، تعريفها انحذف، فانت حاول تساعدني اصل لمين لهذه الطابعة. طبعا لازم اقول له نيكست عشان نشوف الاوبشن اللي بعده، وحنرجع للقائمة هذه مرة ثانية، حناخذهم واحد واحد نفهم ايش الفروقات اللي ما بينهم. لو اخذت اخر واحد وقلت له اول واحد وقلت له اوكي، ايش بيعمل عندي هان؟ سيرشنج فور افيلابل برينترز، ببحث عندي عن الطابعات الموجودة على الشبكة اللي عندي. راح يبحث ويظل بهذا الشكل الى ان يجد الطابعة، فبالتالي او ممكن ما يلاقيهاش، فبالتالي مش رايح اقدر اكمل من خلال مين هذا الاوبشن. طيب نغلق هذا ونرجع لها مرة ثانية من هنا. الاوبشن الثاني اللي عندي select a shared printer by name، يعني اختار لي الطابعة من خلال اسمها. طبعا انا ممكن اقول له ان الطابعة اللي عندي هنا اسمي الجهاز الطابعة عليه بي سي قديش مثلا، بي سي وبدي افترض بي سي 01 مثلا، وبدي اسمي له الطابعه مثلا طابعه اتش بي سكان جيت. بدي اعرف له ايش اسم الجهاز اللي هي عليه، وايش كمان وايش اسم الطابعه اللي موجوده عندي على مين على هذا الجهاز. وبعدها او من هنا بكل بساطه ممكن اقدر اعمل له براوز. لو انا الاوبشن هذا ما اشتغل عندي ممكن من هنا اعمل له باوز، ومن هنا بقدر استعرض الشبكه النتوركس. شايفين النتورك؟ بدخل على النتورك من هنا بلاقي الاجهزه اللي عندي هنا، بختار الجهاز الموصول عليه شبكه، بيظهر عندي هنا من ضمن الاجهزه بي سي 1. بعمل دبل كليك على بي سي 1 بلاقي الطابعه، دبل كليك على الطابعه بيتم تعريف الطابعه عندي هنا. تمام يا جماعه؟ فبالتالي لازم يكون في عندي ايش؟ الجهاز والطابعه اللي موجوده عليه. طيب هذا الاوبشن الثاني اللي عندي.
الاوبشن الثالث اد برنت يوزنج دي سي بي اي بي ادريس هوست نيم، يعني الطابعه بتكون موصوله على الشبكه معاها فزيها زي اي كمبيوتر على الشبكه. الكمبيوتر في تعريف الشبكه، في كيبل الشبكه، كيبل الشبكه من خلاله بيصل لمين؟ للشبكه اللي عندي. الكيبل الاصفر اللي عندكم هنا بيبقى موصول بالطابعه زيه زي اي جهاز كمبيوتر بالضبط. فبالتالي انا ممكن اختار هذا الكلام، اقول له تي سي بي اي بي من خلال بدي اصل، اقول له ايش؟ اقول له التالي اوتو ديتكت بيعمل عندي هنا، او بحط وقتها التي سي بي على الاي بي ادرس. يعني ايش الادرس للطابعه؟ يعني ممكن تكون 192 مثلا بوينت 10 بوينت 20 بوينت 7 مثلا. هذا يا جماعه بيكون ايش الاي بي ادرس للطابعه؟ بعرفه وباخذ الاي بي زي ما هو بحطه هنا. بعد ما احطه هنا بيتم تعريف الطابعه بشكل مين؟ بشكل مباشر من غير اي مشاكل. طبعا ممكن انا اعمل اوتو ديتكت يحاول هو يعرف الطابعه ويبحث عنها من خلال الشبكه. طيب نطلع من هذا الاوبشن نشوف الاوبشن اللي بعده. الاوبشن اللي بعده ادي بلوتوث وايرلس او نتورك ديسكفربل برينتر. يعني انا بدي اعرفها من خلال البلوتوث. عارفين احنا البلوتوث بنشغل البلوتوث على الطابعه، بنشغل البلوتوث على الجهاز كمان وبعرفها من خلال البلوتوث او من خلال الوايرلس. الايام هذه كل الديفايس صارت وايرلس، ممكن اعرفها من خلال الوايرلس او اي حاجه تقوم مقامه. وقتها بقول له اوكي نيكست، بيبدا الان يكتشف عندي بالاشاره، بيبدا يشوف الاشاره ويحاول يلقط اشاره الطابعه. المفروض لما يلقط اشاره الطابعه تظهر عندي هنا الطابعه من ضمن مين؟ من ضمن هذه الاوبشنز الموجوده عندي. طيب تعالوا نكمل الاوبشن اللي بعد هيك، اد لوك، وهو هذا اللي احنا بدنا اياه. اد كل الطابعات اللي كانت قبل، كل الطابعات اللي كانت قبل طابعات شبكه تقريبا، يعني ما عدا هذا الاوبشن. هذا طابعه شبكه، طابعه شبكه، طابعه تقريبا شبكه، يعني معظمهم كانوا طابعات للشبكه. لقيت اللوكال وضعها مختلف. اللوكال انا بدي اوصل الطابعه مباشره بالجهاز اللي عندي واشغل الطابعه، بعد هيك ابدا اعرف عندها. فبقول له هنا اوكي نيكست، بيقول لي ماشي على اي بوت بدي اشبك لك اياها. اتفقنا احنا قبل هيك احنا اتفقنا انه في بوت من خلاله بوصل للطابعه. ايش البوت كان اسمه؟ البارل بوت، صح ولا لا؟ ممكن اصل من خلاله للطابعه البارل بوت، او ممكن الايام هذه من خلال اليو اس بي برضه بوت اصل لمين؟ للطابعه. فبشبكها طبعا على البوت، وبعد ما اشغلها بختار البي تي 1 او بختار مين؟ او بختار احد السيريال بوتس الموجوده عندي هنا. طيب احنا حنختار البي تي 1 واقول له ايش؟ نيكست. بيقول لي هي الطابعات كلها الموجوده عندي، اي طابعه طابعتك من ضمن هذول الطابعات؟ بقول له اوكي الطابعه اللي عندي هي جينيريك، وهذه هي الطابعه اللي عندي جينيريك ببلشر ايمج سيتر، هي هذه الطابعه تحديدا اللي عندي. او في عنده اوبشن اسهل، كل طابعه بيجي معها سي دي. انا بكل بساطه بحط السي دي وبقول له بعد هيك انا في عندي ديسك هاف ديسك، وبقول له من هنا براوز، بحدد له وين الاسطوانه. من هنا هيك بنزل بقول له هاي الديسك توب، هاي ديسك بي سي، وبحدد له مين الاسطوانه اللي عندي هنا. بقول له اوكي، بصير يقرا من وين؟ من الاسطوانه اللي عندي، وبينتهي التعريف. اذا ما في عندي اسطوانه ولقيت تعريفها هان، بقول له هذا هو تعريف الطابعه. بقول له ايش التالي؟ بقول لي ماشي الطابعه هاي اسمها، وبدي اعرف لك اياها تحت هذا الاسم، ماشي الحال؟ بقول له ماشي، بس انت زغر الاسم شويه، يعني خلص ام اس ببلشر بتكفي، فخليها تبقى هيك معرفة عندك باسم ام اس ببلشر، ما بديش اكثر من هيك. بقول له ماشي التالي. الان بيبدا عندي عارف لي مين؟ عارف لي هذه الطابعه، وبيبدا ينزل لي هذه الطابعه. لاحظوا هي نزلت هنا، هي ام اس ببلشر، هي نزلت هنا. بيقول لي طب الطابعه هذه بدك الاخرين يطبعوا عليها؟ يعني يصلوا لجهازك ومن خلال جهازك يطبعوا ولا لا؟ طبعا بدي اقول له دونت شير، ما بدي حد يطبع عليها غيري. لو انا بدي حد يطبع عليها غيري انا بحط الشير هذا، وبيتم مشاركه مين؟ الطابعه اللي عندي. لكن انا حقول له دونت شير، واقول له ايش الخطوه التاليه.
قال لي نطبع تيست بيج عشان تتاكد انه الطابعه شغاله من غير اي مشاكل، بنقول له اوكي اطبع تيست بيج. بيطبع عند الان تيست بيج ومن غير اي مشاكل ان شاء الله بتكون طبعت، واذا طبعت من غير مشاكل بتكون انتهت الخطوات لعند الهاتف. بعد اخر نقطه ايش بقول له؟ فينيش. هذه هي الطابعه اللي عندي، هذه هي الطابعه اللي عندي. الان الطابعه تم تعريف الطابعه اللي عندي، كيف انا بدي اعمل ريموف لهذه الطابعه؟ يعني انا عرفت الطابعه بالغلط، انا بدي اعملها ريموف، بدي امسح هذا التعريف. بكل بساطه بضغط على ريموف ديفايس. طيب في عندي مانج، ايش يعني مانج؟ لو ضغطت على مانج انا اداره الطابعه، اداره الطابعه كلها باديها من هان. فبقول له اوبن لبرنت كيو، اول اوبشن عندي اوبن لبرنت كيو، افتح لي مين الورقه اللي بعتناها على الطباعه، كان اسمها تيست بيج، هي فتح لي اياها من هان. فبروح انا على اوبن برنت كيو، افتح لي الملفات الواقفه في الطباعه، هي فتح لي اياها. لو احنا على البرنتر نفسها، هذه تعريف البرنتر، هي ام اس ببلشر، فهذه تعريف البرنتر. لو احنا على البرنتر نفسها وقلنا له بروباتيز، ايش يعني بروباتيز؟ خصائص. بلاقي مجموعه من الاوبشنز اللي عندها. اول اوبشن عندي هان ايش اسم الطابعه اللي انا عرفتها. الاوبشن الثاني اللي عندي هان برنت تيست بيج، ايش يعني برنت تيست بيج؟ اطبع لي ورقه اختبار عشان اتاكد انها بتطبع صح ولا لا. لاحظوا لو قلت له كمان ما هي برنت تيست بيج، بقول له كلوز، هيبعت لي كمان ورقه هان بعدها. فبالتالي كل ما بيبعت ورقه لمين؟ للطباعه اللي عندها. طيب لو قلت له ايش البرفرنسز اللي عندي هنا، ايش تفضيلات الطباعه؟ لاحظوا هنا بيحدد لي الطابعه هل تكون لاندسكيب يطبعها بالعرض، ولا تكون بورتريت يطبعها بالطول. يعني هي جاب بالطول هيك ولا بالعرض عندي يطبعها هيك. فبحدد هنا ايش الشكل الطباعه اللي انا بدي اياه. يعني الشيرنج طبعا من خلاله بقدر اعمل شيرنج للطابعه. لو قلت له تشينج الشيرنج اوبشن، بقدر انا اعمل شير هذه الطابعه، وبعرف الطابعه اللي عندي هان على حسب الاسم اللي عندي او اي اسم ثاني بعرفها من خلاله. بصير الطابعه ايش؟ يمكن مشاركتها مع الاخرين، ويمكن الاخرين انهم يطبعوا عليها. البوتس من اي بوت هي بتطبع؟ من البي تي 1، هذا اللي اخترناه الاوبشن اللي عندي هان. لو بدي اغير البوت على سيريا البوت، بقدر اغير البوت من عندي زي ما بدي هان. لكن احنا الاوبشن الاولاني هو الاوبشن الصح، تطبع من خلال مين؟ ال بي تي بوت. ادفانس ممكن في اوبشنز ثانيه متقدمه، مش شرط انه احنا نتعرف عليها. وفي عند الكلر مانجمنت اللي هي الالوان للطابعه، وفي عندي الديفايس سيتنج، مجموعه من الديفايس سيتنج الثانيه. اهم حاجه يا جماعه زي ما حكينا موضوع البرنت التست بيج، اقول له ابلاي، بعدها بحكي له مين؟ بحكي له اوكي. طب الاوبشن اللي هان الطابعه نفسها او الورقه اللي بدها تنطبع هذه، ايش اعمل فيها؟ ممكن اعمل كانسل، يعني ممكن انا خلص امر الطباعه اللي انا بعته الغي لي اياه، ما بدي اطبع. او اقول له بيوز، وقف لي بشكل مؤقت، هي بيوز وقفت بشكل مؤقت. او اقول له ريستارت، عيدها مره ثانيه، ابعت امر الطباعه مره ثانيه ريستارت. بروباتيز الخصائص اللي عندي، خصائص الورقه بدها تنطبع، بيجيب لي كل الخصائص اللي عندي هنا، تمام. او اقول له ايش اخر واحده؟ كانسل. ايش يعني كانسل؟ الغي امر الطباعه. فلما اقول له كانسل، بيقول هل متاكد بدك تلغى امر الطباعه؟ بقول له يس. فراح لغى مين؟ لغى امر الطباعه اللي عندي. هذا كله بالنسبه لمين؟ للبرنتر اللي هان. في اوبشن مهم كتير، set as default printer. ايش يعني set as default printer؟ معنى عرف لي هذه الطابعه كطابعه افتراضيه. فلما اقول له اوكي set as default printer، واقول له اوكي وتصير هذه عليها صح، ايش يعني عليها صح؟ يعني صارت هي الديفولت برينتر اللي عندي. ايش يعني هي الديفولت برينتر؟ الديفولت برينتر بكل بساطه، لو انا فتحت الوورد عندي من هان، رحنا على الوورد، بعد ما نفتح الوورد اجي اقول له من هنا اطبع، اقول له مثلا فايل برنت، ايش جاب لي هنا؟ جاب لي الام اس ببلشر. هذه هي معنى الطابعه الافتراضيه. افتراضيا
بياخذ هذه الطابعه وبطبع دائما عليها. اول ما اقول له اطبع مباشره بياخذ هذه الطابعه وبطبع عليها. فناخذ بالنا من النقطه هذه. من ضمن الشغلات المهمه كمان بينتينج بريفرنسز، نشوف ايش اللي فيها. شفناها من شويه هذا التعريف، صح ولا لا؟ من ضمن الشغلات كمان الثانيه بيوز بينتينج، وقف لي كل الطباعه وقف لي اياها. كانسل اول دوكيومنتس، الغي لي كل الملفات اللي في الطباعه، ما بديش اطبع او في مشكله في الطابعه فالغي لي كل الملفات اللي في الطباعه عندي هان. الشيرنج، ايش الشيرنج؟ مشاركه الطابعه، وهذا حكيناه الكلام هذا من شويه لما حطينا تشيك عليها بالضبط وعملنا شيرنج لهذه لما سببلشها. بعدين يوز برينتر اوف لاين، استخدمها اوف لاين، مش كتير الاوبشن هذا مهم عندي. البروبرتيز، خصائص الطابعه، وهنا بلاقي كل خصائص الطابعه اللي من شويه برضه شفناها عندي في مكان ثاني فبلاحظها كلها موجوده عندي هان. اخر حاجه ايش عندي؟ الكلوز. في عندي الدوكيومنت بيوز، وقف لي الطباعه بشكل مؤقت، عيد الطباعه، ريستارت للطباعه، كانسل بروبرتيز، نفس الكلام اللي حكيناه من شويه. ريفيو، الستيتس بار اللي عندي هنا او ريفريش، اعمل ريفريش لها. فهذه كل الاوبشنز الموجوده عندي تقريبا، وفي الاخر بعمل كلوز. في عندي برينت تيست بيج، برضه شفنا هذا الكلام يا جماعه من شويه. التابل شوتر لما يبقى في عندي مشكله في الطابعه وبدي اعالجها، بشغل التابل شوت اللي هان، بيحاول يعمل ديتكت على المشكله اللي عندي وبيحاول يعالج المشكله الموجوده في وين؟ في الطابعه. برينتر بروباتيز برضه شفناها هذا الكلام من شويه، برينتر بفرنسز شفناها من شويه. هاردوير بروباتيز، خصائص الهاردوير الموجوده عندي اللي نازله عليه الطابعه، اذا كان في عنده مشكله في نفس الهاردوير ممكن احاول اعالجها من وين؟ اعالجها من هذا المكان. نعمل كلوز الان لهذا المكان، ارجع خطوه للخلف لتعريف الطابعه. اخر خطوه بنعملها كيف نحذف هذه الطابعه، او نشوف الاوبشن هذا كمان اوبن كيو، هي نفس المكان اللي احنا فتحناه من هنا، نفس مكان المانجر فتحناه من شويه. بعمل ريموف لمين لهذا الديفايس، يس امسح لي تعريف الطابعه، وبهيك انتهى تعريف الطابعه وحذفناه من عنا بشكل كامل. الان النقطة اللي بدنا نحكي عنها يا جماعة، لو انا عندي ملف وورد، كيف انا بدي اطبع ملف الوورد اللي عندي هان؟ لو قلت له فايل بعدين برنت، ايش يعني فايل برنت؟ ملف اطبع، بتظهر عندي مين؟ خصائص الطباعة اللي عندي هان. اول حاجة عندي عدد النسخ، يعني كم نسخة بدك اطبع لك؟ انتوا كم طالب مثلا انتوا هنا؟ 24، 24 نسخة. فأنا بدي أطبع نسخة لكل طالب. طبعت الآن 24 نسخة. هاي الطابعة اللي عندي اللي تم تعريفها. لما يجي يقول لي برنت أول بيج، إيش يعني برنت أول بيج؟ اطبع لي كل الصفحات ورا بعض اطبعهم. إذا كان مثلا هذا الدوكيومنت من صفحتين، خلينا نحكي، خلينا نعمل كانسل له هيك ونقول إنه هذا مثلا من صفحتين أو من ثلاث صفحات. تمام؟ هاي ثلاث صفحات عندي، اقول له فايل برنت، ايش الاول بيج؟ راح يطبع الثلاث صفحات بشكل كامل. كم نسخه حيطبع؟ 24 نسخه. طيب برنت سيلكشن، يعني اطبع لي المكان اللي انا اخترته من الملف تحديدا. طبعا قبل ما اجي لهذا الاوبشن لازم يكون في عندي جزء من الملف انا طابع عليه، يعني هي هذا مثلا ملف جزء، هاي جزء ثاني مثلا، لازم انا اكون اخترت اخترت الكتابه هذه عشان اطبعها فقط، يعني اكون انا اخترت جزء من الملف عشان اطبعه، فلازم اكون اخترت هذا المكان. بعدين اقول له ايش؟ فايل برنت. فلاحظوا انه هو قال لي هنا برنت سيلكشن، انت اخترتها من شويه، اي سيلكشن انا اخترت هذا، فحيطبع لي مين؟ حيطبع لي فقط هذا المكان من الدوكيومنت، ما حيطبع اي حاجه الا مين؟ الا هذه المنطقه اللي انا اخترتها. بعدين في عندي برنت الكرنت بيج، اطبع الصفحه الحاليه. على اي صفحه انا واقف على فكره؟ على صفحه ثلاثه انا واقف، فحيطبع مين؟ حيطبع صفحه ثلاثه. طب هيك حيطبع ايش هيك؟ اقول له برنت الكرنت بيج، حيطبع اي صفحه؟
حيطبع صفحة واحد. ليش؟ لأنه طلعوا تحت هنا، طلعوا تحت هنا، نواقف على مين؟ على صفحة واحد، وهذه الكاونت بيج فحيطبع صفحة واحد. في عنا الكاستم برينت، يعني أنا بحدد الرينج اللي أنا بدي إياه، الرينج اللي بدي إياه بقول له اطبع لي من صفحة 2 لصفحة 3، كم صفحة حيطبع هنا؟ صفحتين، صفحة مين؟ صفحة 2، والصفحة الثانية صفحة 3، فقط حيطبع صفحة 2 صفحة 3. طيب لو حكيت له صفحة 2.10 مثلا، ايش حيطبع؟ حيطبع فقط صفحة 2 زائد صفحة 10. لما اجي اقول له هنا اشوف الاوبشنز اللي بعدها، احنا موجودين الان نشوف الاوبشن دوكيومنت انفو، معلومات عن الفايل والستايل والاوتو مش عارف مين، يعني خصائص عن الورقه اللي انا واقف عليها. لما نيجي نحكي برنت المارك اب، ايش نقصد بالمارك اب بالضبط؟ يعني لو احنا مثلا احنا على ملف الوورد كان في عندنا كلمه ادمنستريشن مثلا، كتبنا هذه الكلمه كتبناها مثلا بالغلط، يعني انا بدي اعمل كومنتس على مين؟ على الملف، على الفايل. يعني لو رحت انا على ريفيو، في ريفيو قلت له مثلا نيو كومنتس، في النيو كومنتس بقول له هذه الكلمه غلط مثلا، هذه الكلمه الصح على سبيل المثال. الان هو ايش رايح يطبع؟ حيطبع الريفيوز هذه، حيطبع هذه المارك ابس والملاحظات اللي هنا، حيقوم بطباعتها على وين؟ على ملف الوورد الموجود عندي. برنت الاود بيج، برنت الاود بيج اطبع للصفحات الفرديه. ايش يعني اطبع للصفحات الفرديه؟ حيطبع واحد، ثلاثة، خمسة، وهكذا. لكن لما اقول له انا اطبع للصفحات الزوجيه، حيطبع 2 4 6 8 الى اخر من مين؟ من ملفات الطباعه. كليك ثاني بيمسح لي الطباعه، كليك ثاني بيمسح ايش الاوبشن اللي انا اخترته على هذا الملف. الاوبشن اللي عندي هنا برنت الوان سايدد. ايش يعني برنت وان سايدد؟ يعني اطبع على وجه واحد فقط، كل الباقي اطبعوا كل الباقي اطبعوا على وجه واحد. او مانيوال برنت اون بوث سايدز، يعني بشكل مانيوال انا بدي اطبع الوجهين، يعني انا بدي اطبع الوجه الاول بعدين اسحب الورق واقلب لك اياه على الوجه الثاني وتطبع الوجه الثاني. بيتم بشكل مانيوال يا جماعه، بالذات مع الطابعات المش متطوره اللي بتطبعش على الوجهين مع بعض. فبروح انا بطبع الوجه الاولاني كله، بعدين بسحب الورق اللي انا طبعته بحطه في الطابعه مره ثانيه وبقلبه وبطبع على مين؟ على الوجه الثاني بشكل مانيوال. طيب ايش في عندي الكوليتد؟ 1 2 3، والانكوليتد 1 1 1، بعدين 2 2، بعدين 3 3. كم ورقة بدنا نطبع احنا عندنا هان؟ 24 نسخة. فبروح لما اقول له الكوليتد، الكوليتد عندي 3 ورق بده يطبعهم 24 نسخة، 3 ورق بده يطبعهم 24 نسخة. فبروح في الكوليتد بطبع 1 2 3، بعدين 1 2 3، بعدين 1 2 3، لغاية ما يوصل ل 24. لكن الانكوليتد بطبع 1 24 مرة، بعدين 2 24 مرة، بعدين 3 24 مرة. فبنظمهم مش برتبهم، مش بيعمل لهم بهذا الشكل. بعدك انت ممكن يكون كويز مثلا، هذا كويزين ثلاثة مثلا بدك تبعتهم وبدك توزعهم بشكل منفصل، فبطبع لك كل نسخة لحال. لكن الأولانية اللي هي الكوليتد لا، بطبع النسخة بالكامل الأولى، بعدين النسخة بالكامل الثانية، زي نوت بدك توزعه للطلاب مثلا، وقتها بتختار مين؟ تختار هذا الاوبشن. البرنت البورتريت واللاندسكيب. البورتريت بشكل طولي بيطبع بهذا الشكل، اللاندسكيب بالعرض. اذا كان بدك تطبع شهادات بالعرض للطلاب كلهم، تختار مين؟ تختار اللاندسكيب. وقتها بيطبع مين؟ بيطبع هذه الشهادات بالعرض لمين؟ لكل الطلاب. لو انا في عندي في البيبر اللي هنا اقول له A4، ايش الاي 4 يعني؟ اطبع لي على طابعه على ورق A4، فحيختار من عندي ايش الاي 4 على مين؟ على هذا الورق. الكاستم مارجن بكل بساطه الهوامش اللي عندي. هنا نارو اصغر ما يكون، بالذات الهوامش الطباعه، او مودريت او وايد، تمام؟ هذول الثلاث اوبشن، او النورمال
الوضع اللي هو عليه الان، او المرض بطبع لك على الوجهين، بطبع لك يمين وشمال مع بعض، او ممكن اقول له كاستم مارجن، وهذا اللي انا بفضله كمان كاستم مارجن، وعدل على الهوامش من هان. هذا بيعدل عندك على التوب مارجن، التوب اللي فوق، البوتوم الهامش اللي تحت، بعدين في عندنا الليفت والرايت، هذا بيعدل على الرايت، وهنا بيعدل على مين؟ على الليفت. هاي كل الاوبشن موجوده عندك. فانا ممكن اذاكر الهوامش من هان، احطها نص مثلا لمين؟ لكل النواحي، التوب نص والبوتوم نص والليفت نص مثلا والايش واليمين نص. لما اقول له الجتر والبوزيشن اوف ذا جتر، طبعا هاي بيعرض عندي بريفيو هان، يعني هذا المكان عشان يعرض عندي الدوكيومنت. لو قلت له الجتر مثلا 4 سنتي او 3 سنتي، ايش عمل عندي؟ هي 5 سنتي بدنا نخليها مثلا. ايش يعني؟ لاحظوا انه المكان هذا صار مضلل عندي، شفتوا كيف المكان مضلل لي اياه؟ معنى الكلام انه هو حيبعد 5 سنتي عن حفه المستند، بعدها يبدا يطبع. اول 5 سنتي بيخليهم عشان التخريم، عشان التدبيس مثلا، فبيسيب لك هامش طباعه في البدايه 5 سنتي، بعد ال 5 سنتي بيبدا ايش؟ بيبدا الكلام اللي في الدوكيومنت يبين عندي. فاول 5 سنتي كهامش بيسيبهم عشان انت تدبس المكان او تعمل زومباك في المكان، فبيسيب لك هذا الهامش متاح. هذا الهامش هل بدك اياه على الليفت ولا بدك اياه على التوب؟ لانه ممكن يا جماعه التوب زي كشكول هيك، افتح الدفتر، او بدك اياه على مين؟ على هاي. فانت بتحدد له المكان، يا اما بالعربي يا اما بالانجلش يا اما في التوب، بدك تفتح مين هذا الدفتر الموجود عندنا. ممكن نختار التوب مثلا. اللاندسكيب طبعا بالعرض رح يطبع عنا، وهو حيطبع في الوضع النورمال. الاوبشن الاخير عندنا هان وان بيج بير شيت، باي ديفولت هو حيطبع صفحة واحدة على كل ورقة، ممكن يطبع عن صفحتين او 4 صفحات او 6 او 8 او 16. طبعا هذا السكيل ممكن احطه اي 4 لانه الورق بستخدمها في الطباعة عادة بتكون ايش؟ بتكون هي اي 4. البيس طب يعني تطرقنا الها ولكل التفاصيل اللي هان. انا بطبع طبعا على الاول دوكيومنت، وفي عندي البيبر، ممكن اعدل على البيبر خليها اي 4 مثلا، او اعمل كاستمايزيشن اذا كان في عندي مقاس ثاني من الورق. واللي اوت اللي هو سكشن ستارت نيو بيج وليفت رايت، هذه باي ديفولت. ممكن برضو احنا نتعرف شويه على مين؟ على اللي اوت اللي عندي هان. بتصور هيك خلصنا كل الامور ذات العلاقه بالطباعه. بتصور النقطة الأخيرة اللي بنحكي فيها هي لو ضغطت على ستارت اللي هان بالزر اليمين، أي حلاقي شغل الديسكتوب، بعدين ممكن أعمل من هنا ساين أوت أو سليب أو شت داون أو ريستارت لجهاز الكمبيوتر. في عنا رن، يعني لو بدي أنا أعمل رن لأي فايل بعمل أوبن هنا وبكتب إيش اللي بدي أعمل له رن، وبيعمل له رن مباشرة من هذا المكان. في عنا الفايل اكسبلور، الفايل اكسبلور يعني بستعرض من خلاله كل مكونات جهاز الكمبيوتر. بعرض لي الشاشة على شكل قسمين يمين ويسار، على الناحية اليسار بعرض لي كل مكان في جهاز الحاسوب، وعلى الناحية اليسار بستعرض لي المكان. بمعنى لو ضغطت مثلا على هذا الفايل على 9 بعرض لي اياها، لو ضغطت على الديسكتوب حيعرض لي اياها، فبالتالي هذا من خلاله بكتشف جهاز الكمبيوتر بشكل كامل. في عندي السيتنج اعدادات الجهاز ممكن ادخل عليها بشكل مباشر من هان. في عندي التاسك مانجر ايضا ممكن اعمل له اوبن من هان، ممكن اعمل اوبن لكل هذه الاشياء، ممكن انتم تجربوها بانفسكم واحده واحده. بالاضافه طبعا للسيرش، في عندي السيرش كثير استخدمناه وكثير حكينا في السيرش وموضوع السيرش كيف احنا نبحث من خلال هذا المكان. ايضا في عندي سيرش هانا كمان، ممكن انا اعمل سيرش مثلا على مثلا نجمه دوت جي بي جي، يعني ابحث لي عن كل الصور لامتدادها جي بي جي. لو قلت له نجمه دوت نجمه، يعني ابحث لي عن كل الملفات النجمه الاولانيه، عن كل الملفات بغض النظر عن الامتداد هي النجمه الثانيه، فحيجيب لي مين؟ حيجيب لي كل الفايلز اللي عندي هان. في عندي كمان ابحث لي مثلا عن كل الملفات اللي امتدادها دوك مثلا، حيبحث لي عن كل امتدادات الملفات اللي امتدادها دوكس. فالنجمه هذه معناها اسم الملف، والنجمه الثانيه اللي ممكن احطها هي امتداد الملف. فبالتالي اول نجمه ابحث عن كل الملفات بغض النظر عن الاسم ايا كان اسمها، بس يكون امتدادها دوك.
فبالتالي جابني مين؟ جابني كل الملفات اللي امتدادها عندي دوكان. فبالتالي لو قلت له مثلا بي ام بي مثلا، يعني بحث لي على كل الملفات الصور بغض النظر عن الاسم، ولكن امتدادها يكون بي ام بي. وهكذا ممكن استخدمها في عمليات البحث المختلفة اللي عندي هان.